من الكويت الدبلوماسية الأوكرانية سيدة أولها. سيدة أولها، كيف ترين هذا الأمر؟ وأيضا نتحدث عن أن الاجتماعات الأوروبية ربما تأتي بجدول أعمال طموح، هل أنت مع هذا الطموح أم أنك مع وصف الدكتور حسين أو السيد حسين في بروكسل بأن هذا التحرك سيكون فقط رمزيا؟ شكرا على هذا السؤال. طبعا هذه القمة ستكون جدا مهمة من وجهة نظر توقيت عقده ومكان عقده وأيضا مضمون هذه القمة. فطبعا لبعض الخبراء وحتى السياسيين قد تبدو هذه الطموحات الأوكرانية تقريبا مستحيلة، ولكن لم أحد يثق بمنح لأوكرانيا صفة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا ما حدث في شهر يونيو الماضي، لأن حرب روسيا ضد أوكرانيا تسرع الأمور، وأوكرانيا التي تبني مستقبلها بأيديها، وفي هذا المستقبل المزدهر روسيا ستكون مضطرة إلى السلام وإلى ترك الأراضي الأوكرانية ضمن الحدود المعترف بها دوليا. وأعتقد أن أوكرانيا تريد أن توجه رسالتين عن طريق عقد هذه القمة. الرسالة الأولى موجهة إلى شركائنا وحلفائنا الدوليين ومضمونها كالتالي: أوروبا متضامنة بشكل كامل مع أوكرانيا وتقف على جانب أوكرانيا في حربها للتحرير حتى آخر اللحظات. والرسالة الثانية موجهة إلى عدونا روسيا، لأن يعني هذه القمة ستكون أقوى وأوسع وأهم الاجتماعات بين الطرفين الأوروبية والأوكرانية في آخر الأشهر، وهو دليل على فشل المحاولات الروسية في زراعة سوء التفاهم أو المشاكل بين أوكرانيا وأوروبا. لا، نحن متوحدين ونحن نحارب ضد الظلام الروسي كقوة واحدة كفريق واحد.